الصفحة الأولى. بسم الله. الصفحة الأولى هذه يعني لولاية المسير، وأنا سعيد جدا أني كانت المصافحة بعد الأعضاء في المجلس التأسيسي عن الولاية، وبعد معناها السيد والي، أني كانت مع الإعلام، لأنه الدور الحاسم في المستقبل مش يكون من نصيب الإعلام. الإعلام اللي مش يكون، ونتمناه أن يكون هو البوصلة المحددة للمشهد السياسي والمشهد العام في البلاد. وهذا إذا كان يحيلنا إلى معنى، يحيلنا أنه قاعدين بصفة عامة سيرين في الطريق، يعني في الطريق الصحيح. يمكن تكون الخطى ماهيش سريعة، لكن قاعدين معناها نتطور شيئا فشيئا. بالنسبة لولاية المستير، ولاية المستير احنا في عملية التنسيب فما زوز مقارنات نجم نقارنوها بما هي أهل له وبما هي تستحق لما فيها من إمكانيات ومنطقات. هذه مقارنة أولى. وهناك مقارنة ثانية مع بالنسبة لجهات أخرى. كي ناخذ مش نقارنوا مع بعض الجهات او الولايات الداخليه، نجموا نقولوا اللي ولايه المستير مثل بعض الولايات الاخرى تعتبر اقل، يعني نقولوا احنا في حديت المشاكل ولا حديت الضروره النقائص اللي طالبتها. يمكن نلقاو ولايات اخرى في بعض معناه المواضيع اكثر ضروره، لكني هذا ما يمنعش أن ولاية المنستير هناك معناها شريط ساحلي مهدد، معناها وهي مشكلة، فمشكلة بيئية تهدو. هناك معناها مشاكل لبعض العقارات، هناك كيف مسألة المطار واللي بدأت معناها في تشهد انفراج جزئي، واللي يلزم الإنسان يحافظ على ما وقع اكتي معناه نقول التحصيل او اكتسابه او معناه الوصول اليه وتدعيمه. وهناك ايضا في ولايه المنستير كيف واللي هي مشكله هذه عامه ما بين كل الولايات، مشكله معنا اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والبطاله بصفه عامه، لانه فما خاصيه تمتاز بها المنستير، بمعنى تمتاز يعني بمعنى تنفرد نقول، يعني هي معنا مش باش تمتاز بما اني يعني هي مظلمه تعرضت لها. بالنسبة لي أنا أعتقد أنه تنفرد ولاية المنستير ضمن ولايات الجمهورية بمظلمة سياسية كبيرة. المظلمة السياسية هذه تتمثل في يعني تقزيم أو نقولوا احنا إطفاء الأنوار على الرمزية النضالية لولاية المنستير. ولاية المنستير عندها رمزية تاريخية تبدا من قبل المرابطون ومن المرابطين ومن بعدهم. ولايه المنستير هي مهد الحركه الوطنيه. كي نقول ولايه المنستير نقول مؤتمر قصر الهلال. كيما عندنا في البلاد زعامات في الرياضه، احنا لليوم نقولوا بالقمودي، جدد فقط ما يعرفوش القمودي، نقولوا بعلي الغربي، نقولوا تو جدد يقولوا بوسامه الملولي في الرياضه، نقولوا بالطاهر بن عاشور في اصول الفقه، نقولوا بابن خلدون في علم الاجتماع، بالإمام بن عرفة، زاد نقولوا بالزعيم الراحل مهدي بورقيبة في السياسة، واللي وضع بصمة نتاعو. وقتني نشوف أنه في تقييم أي شخص مهما كان المقيم، فمش ممكن باش مش يعطي أو يفي حق المقيم إذا كان ما كانش عايش معه في نفس الفترة. لانه انا اليوم بعد 50 سنة ما نجمش نقيم القرار اللي اتخذه يعني زيد قبل 50 سنة، لاني ما عشتش الظروف هذيك، ننظر لها انا بمنظار رجعي تو لكن ما عشتهاش. وبالتالي القرارات بقطع النظر على بعض اللي يمكن تكون نسبت من طرف البعض اني خاطئة، لكن تنسب من طرف الاخر اني قفزة الى الامام، و معناها العكس صحيح.
نشوف انه عندنا تونس صنعت رمزيه سياسيه كما صنعت مصر جمال عبد الناصر، فصنعنا احنا زاده يعني نحيي بورقيبه الله يرحمه، وصنعته ولايه مستير. انا نذكر له عده مواقف، علاش انا نقول في الكلام هذايا؟ لانه شفت انا دخلت على صفحات الانترنت، شفت اللي يتهموني بكلام انا ما قلتوش ابدا، ما قلتوش اولا لاني ما قلتوش انه انا سميت مساتريه وقلت معناها يعبدوا الاصنام، وهذا ما قلتوش لانه ما قواني انا ضد الفكر ونهاجم وانا مش نقضي على الفكر البرجيبي، ما قلتوش لاني ما قلتوش هذا الباب لوناني، وما قلتوش لانه متاكد انه ما فماش حتى دليل، ولاني تابع ليا سواء كان تربيتي ولا تكويني ولا حتى نشاطي اللي يعني بقطع النظر معنا بالاضافه للمجال السياسي، فيعني نشاطي كان اغلبيته نشاط حقوقي ضمن منظمه العفو الدوليه، ضمن مكتب الحقوق والحريات في الحزب الديمقراطي التقدمي، اللي كنت في اللجنه المركزيه نتاعو من مؤتمر 2006 الى حدود فيفري 2011 الى حدود بعد الثوره، يعني مفتوح للجميع معناها متعاطي ايجابيا مع الجميع، ما عنديش اشكال، بالعكس نؤمن ان كل انسان عنده الحق باش يعني يتمسك بالقناعه اللي عنده ويدافع عليها في اطار حضاري، في اطار مدني، في اطار سلمي، في اطار معناها نرجو منه البناء مش التهديم فقط، هذا هو يعني هذا اللي نعرفه. يعني نوجه الكلمه للمجتمعين خارج الولايه، كل الحضور بشقين، بالرافض للتعيين لتعييني او لتسميتي في هذه الخطه، وبالقابل، وتوجه بالتحيه للي قبلوا بي ومازالوا ما عرفونيش، ونتوجه بالتحيه كذلك للي هما راضيني ومازالوا ما عرفونيش، لكن نحيي فيهم حاجه هذوما نخصهم انا بتحيه خاصه. التحيه هذه هو انه انا نلمس ونقدر انه غيرتهم وحرقتهم وحبهم يحتمل معناه للسيد الوالي المغادر هي اللي خلاتهم يجيوا لهنا تمسكا به، يمكن ياسر اكثر من انه رفض بيدي، يمكن تدخل على الخطوط البعض اللي بث معناه اشاعه خاطئه منا ولا منا، احنا هذا الكل معناه نتعافوا عليه. وانا لو انه يعني كان عملية التسليم هذه كانت في إطار الهدوء التام، يمكن كنت نتسائل لو أنه ما نلقاش ناس متمسكين برمز من رموز البلاد واللي هو من رموزهم هما واللي غيروا عليه وقت اللي يسمعوا عليه حاجة ولو غلطة، فنقول هذوما نكروا في كبيرهم، وأنا نحيي فيهم الهبة هذه، لكني نتمنى اني ما تتجاوز حدود الـ يعني الاحتجاج السلمي ولا التعبير السلمي، وفقط نقول ان الحكم يكون على الاداء، على الانجاز، على التواصل، قد نخطئ قد نصيب، اذا اخطانا الباب مفتوح يوجهونا يحاولوا فيقونا، واذا اصبنا ما يسالش حتى كي ما يشكروناش ما فماش خلق، لانه هذاك الواجب نتاعنا نخدموا فيه، واذا كان معناه إشارة أخرى للرئيس معناه الحبيب بورقيبة، نقول اللي يحب يتأسى بالحبيب بورقيبة رحمه الله، عندي يعني إشارة صغيرة، يحاولوا يتمسكوا بالروح أو بالعقلية اللي تعامل بها في بعض، ما نقولش في بعض، اللي قادته واللي خلات كل انسان وشنية نقولوا احنا اللقطه اللي يلتقطها، يعني المراحل هذه ساعه تلتقط التقاطه من شخص تخليك تبني فكره كامله على المنظومه هذه، عند بناء ميناء المنستير طلب معناه في انا من قديمه الحكايه، طب الرئيس ربي يرحمه من السيد مختار العتيري، وقتها هو اول بولي تكنيسيان متخرج من فرنسا، وهو مؤسس المدرسة القومية للمهندسين بتونس، وتقلد معناه مدير عام معناه للتجهيز وإلى آخره، وزير التجهيز وإلى آخره، فطلب منه باش يعمل له دراسة حول ميناء كبير،
في المستير على غرار الميناء الموجود في رادس في حلق الواد. بعد الدراسة جاء سي المختار العتيري وأنا نعرفه من قرب لأني عملت عامين في المعهد القومي المكتبية والميكرو إعلامية في تونس تحت إدارة سي المختار العتيري، بل ننتقل بالتدريس إلى معهد بوغرنيف حمنوف، فكان معنا يعني رئيسي في العمل يتسمى. بعد الدراسة وعنده بيرو ديتيود، فكروا المعنى من وقت اللي أسس بيرو ديتيود حتى كي شد مهام قاعد عامل بيرو ديتيود في المستر، عمل دراسة قالوا سيد رئيس راهو مش منطق، ضربوا كف باش تقول له مش منطق، وأعطاه المشروع للبيرو ديتيود فرنسي، وهذه حادثة مثبتة. النتيجة اللي وصل لها المركز الدراسات هذايا ومكتب الدراسات الفرنسي وأنه مش منطق، قالوا ما تكلمني الشاب هذاك اللي جاني وهجشته جيبولي، وحتى المعنى هذايا اش يقول؟ يقول انه في الاول كان يمكن انطباع يحكم عليه على ما يريد، حب يحقق له ما يريد، لكن كيف لقاه انسان موضوعي انسان علمي هذاك علاش يلوش ومشى مع الحق. فهذه كلمه للكل اللي معناه له خيانه اللي برا، راهو نبنيه على كل ما هو إيجابي، نتجاوز على كل ما هو سلبي، مش ممكن نكون لون واحد، مش ممكن نكون طول واحد، مش ممكن نكون عينينا نفس اللون، مش نفس الرغبات، مش ممكن هذا. فبالتالي احنا مش نتعاونوا. كنت بلادي دار شعبان ونابل بعد التسمية هذه وبعد الواجب هذا اللي دعيت إليه يوم بلادي كل المنستير ابتداء من مدينة المنستير إلى كل المعتمديات والبلديات الأخرى. لن أخفي أن وصيفتي الحزبية هي النهضة، هذا واقع، وأنا ترشحت في قائمة النهضة دائرة نائب الواحد وكنت الثالث في القائمة وكنت ناقص 40 صوت على أني نلتحق بالمجلس التأسيسي معنا في بعض، لكني بعد ما تم دعوتي لهذا أغلق الباب على انتصاري للصفة الحزبية وأصبح انتصاري للدولة، انتصاري للمؤسسة اللي موجود فيها، انتصاري معناه للحدود الجغرافية اللي يعني تدخل في إطار يعني دائرة اللي نتصرف فيها، انتصاري لكل أبناء المنستير، لكل معناه اللي عندهم مشاكل، كل اللي عندهم، لكل المحرومين، لكل معناه لكل الفئات، سواء كان فئات اجتماعية أو كان جمعيات مدنية أو كان جمعيات حقوقية أو كانت مؤسسات ومنظمات عديدة مثل اتحاد الشغل مثل الليتيكا إلى آخره. يعني هذا العمل مش يكون يعني تنسيقي، إنصات، محاولة إلى يعني الاستماع بجدية ونعمل مع بعضنا في إطار مشترك علي نجم نقدموه واللي نجم ننهضوا به البلاد اليوم. معنا احنا ما نقولوش باش نخوفوا ايتاك كريتيك، لكني هي قاعده تتخدم، قاعده تخرج شيئا فشيئا من عنق معناها الزجاجه. فالمساله مساله تم الناس كل، مانيش انا اللي عندي عصا سحريه مش ننقض المنستير ابدا. اولاد المنستير ورجالها تبارك الله في غنى عن كل انسان، سواء كان يعني مهما كانت قيمته مهما كانت شهاداته لهنا، لكن احنا نقول انه لا بد لكل معناها مجموعه، لا بد لكل معناها مكان من كورديناتور، من منسق، من اداري، من مسؤول. وشاءت الاقدار ان يكون انا مسؤول. صحيح الانسان عنده تجربه معنا حقوقيه، تجربه نضاليه، حاول معنا نستقي منها، وهي اللي مش خليني نتصور انه نتواصل باريحيه مع كل. امنيتي انه يوم يقع اعلامي بانتهاء المهام نتاعي نكون موجود في قلوب الناس. ما علينا إلا أن نكون حريصين على الوفاء لدماء كل شهداء الوطن بصفة عامة وأهل المنستير وشهداء المنستير بصفة خاصة.